حديث اليوم مشاهدينا في هذه الفقرة عن سنين نماشطة رئيسة الخلية الجزائرية للرضاعة الطبيعية، الخلية الوحيدة الموجودة في الجزائر والتي ترافق الأمهات في تأسيس الرضاعة الطبيعية عن إرضاع التوأم، مهمة صعبة تواجهها الأمهات. إذن صباح الخير ماشطة، مرحبا بك معنا. صباح الخير سيدة فريال، صباح الخير مشاهدينا الأعزاء لحصة أمومة وطفولة. أضيف برك بلي احنا تابعين المنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني. نعم، كما قلتي المقدمة تاعك صحيحة، هي مهمة صعبة تاع التوأم، رضاعة التوأم، لكن غير مستحيلة. فقط كما أي مشوار لازم نتعرفوا عليه، نجيب صحيح. المعلومات الصحيحة، نحضروا روحنا أثناء الحمل، من بعد إن شاء الله نلقاو الحالة أسهل ويكون عندنا معلومات أكثر لتفادي. إذن باش ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع نسرين، ما هي أهم ربما الأفكار المغلوطة والشائعات المنتشرة حول هذا الموضوع؟ أول حاجة بلي الأم ما تقدرش ترضع توأم، على ما عندهاش حليب كافي للتوأم، غير أن احنا في رضاعة واحدة تاع رضيع واحد ولينا نجيبوا الأفكار من عند الأم المرضعة لتوأم. وعندنا يا أخي طريقة كي تقول لك الأم ما انا عنديش حليب كافي، ولا حندخل نخدم ما عنديش حليب كافي وكل شيء، ونقولها ديري خدعه للدماغ تاعك، ونقول لها ديري كوم سي يفهم بلي عندك زوج اللي راهم يرضعوا، دونك دير لو باور بامبينغ ولا دوبل بومباج ولا لا سوبر الترنونس. نهضروا عليه ان شاء الله مستقبلا. ان شاء الله لا سوبر الترنونس، دونك تجبد الحليب منا وتجبد منا، دير دوبل بومباج ولا تمد الرضيع تاعها يرضع منا. تجبد في نفس الوقت. ونفس الوقت راهي تجبد. هادو هو علاش، باسكو في الافكار مدينا الدماغ تاعنا باللي ينتج لنا اكثر باللي وجود رضيعين في نفس الوقت. هذه خدعه نديروها لرضيع واحد، صحيح. دونك منا خديناها من عند التوأم، سافيزيغ التوأم الثاني كيقدر الام تقدر تلبي طلب نتاعو. وفي انتظار جاهزيه الصور اللي جبتيها لنا فيما يخص، نعم، اهم الحيل والوضعيات التي يمكن استخدامها من اجل ارضاع التوأم، ربما فكره مغلوطه اخرى فيما يخص ارضاع التوأم نسرين. هذه هي اهم شائعه، انهم ما تقدرش تلبي، واحد يجيك صغير على الاخر، ما لازم تضيف الحليب الاصطناعي، الخلطه التجاريه، غير ان هذا غير ما كانش منه. فقط برك درك الظروف تاع الولاده نتاعها كيفاش رايحه تكون، ربما حيفصلوا احد الرضيعين، واحد يدخل معاها واحد يخلوه اذا كان مريض، اذا في زوج يكون مرض، هنا نعطوا لها لازم تكون هنا مسانده متابعه. سي بوغ سا واش قلنا لها الام لازم تتعلم تحضر نفسها، تعرف تكون عندها ثقه بالله، باسكو التوأم هما اللي عطاوه لها ربي، ماشي هي اللي اختارت، صافي ديغ راهو ربي ديجا اصلا تدبر في هذا الامر، يعني الحمد لله اللي دار الرضاعه عندها علاقه بالدماغ تاعها، مص ودماغ، شفط ودماغ، يعني ما دارهاش بالمعده تاعها تاكل قد ما قدرت باش تقدر تدير. هذه شائعه خاطئه، صحيح. وتقدر تواصل برك كاين حاجات. دوك نقول لك حاجه قبل ما نلحقوا، وعلاش نقولوا لازم الام اللي توأم لازم تردع، ماشي لازم تردع، من الاحسن من الافضل تمد الاحسن الرضاع تاعها، لا خاطرش اصلا 50% رايحين يزيدوا بريماتور قبل الاوان في 37 اسبوع، حنا نورمالمون سي 40 41 اسبوع، حنا دائما يلحقونا 37 اي عادي ولا توأم يخرجوهم، خاصه في التوأم، حاس 50% يعني بالدراسات يقول لك يخرجوا قبل الاوان. هذا محفز وعامل اساسي اساسي باش لازم ترضعها، باسكو يكونوا ناقصين المناعه، يكونوا يحتاجوا حليب انسان لانسان متكافئ. إيه؟ وان بلس دو سا واش قلنا الثلاثي الرابع يكون خارج دونك يحتاجوا الحنان تاع امهم، وحليبها غني بالانزيمات بليزونتيكور، قلت لك المناعه تاعهم تكون ضعيفه، ان سيستيم ميميتير تري نايف، دونك لازم له حاجه اللي تعزز الجهاز تاعو، الجهاز الهضمي يكون
عنده مشاكل في الهضم وكل شيء. ايضا ما نهضروش غير على الرضع تاعها، رايحين نهضروا على الجسم تاعها. يعني عندها لا شونس واش تدي الام مرضعه عليه واحد حتدي هي بالدوبل، يعني تحميها من سرطانات بالنسبه بالدوبل، راح نزيف الحاد حتحمي نفسها بالمبكره رضاعه مبكره مضاعف النتيجه تاعها، القوام تاع الرحم تاعها يرجع اكثر وفي اقل وقت من الوحده ويرجع القوام تاعو الصحيح وكل شيء، الوغ كو راهي كبر اكثر من واحد اللي يرضع اللي زيد يعني واحد عندها السمنه ثاني كيسمانه الاخر، دونك راهي تساعدها راح يساعدها على بالك باش نشجعوا الامهات باسكو ليسونسيال تعرف واش تاكل كيما تكلمنا لا ديرنيغ فوا، اون بليس دو سا السعرات الحراريه واش قلنا من 500 ل 700 ونقولوا حتى ل 1000 اذا يدوبلا، وايضا 200 حريره ياخذها من الشحم اللي عندها ديجا اصلا عندها صافي دير 200 هي مضروبه في اثنين، دونك كلش مضاعف تعرف برك ما تلحقوش لسوء تغذيه تواصل تاكل لازم ترتاح وكلش. زيدي ايضا قلنا نزيف الحاد، قلنا السرطانات الان دركا سرطان البنكرياس ولقاوه متواجد اكثر عند المراه، دونك بالرضاعه ولا يحمي من هذا السرطان بفضل كاينه بروتين اسمها لابريفياسيون تاعها املت، هي ولاو يديروها كعلاج كيميائي للكبار ولا ينحوها من حليب الام باش يعني رايحه تحمي نفسها وتحمي رضيعها، يعني هذا محفز لازم الام تنسى. وايضا كي تكون اثناء الحمل تروح تبحث شكون هو اللي حيكون ساند تاعها بعد الزوج تاعها، وزوج تاعها اذا كان غيالمون يحبها لازم هو اللي لازم يساعدها باسكو هذه الرضاعه حتكون لصحتها باسكو ربي خلقها ايضا لصحه الام لاستمرار الحياه دارها ربي باش الام هذه هي الوظيفه تاعها دارها باش ما نهضروش على الظروف لان دركا كاين الماكله كاين نهضروا على كي بدات البشريه وكل شيء دونك لاستمرار الحياه دونك ربي حيعطي لها صحتها بواحد ولا باثنين ولا بثلاثه ربي راه اذا كاين اي مرض تعالجوا ونفس في نفس الوقت راهي ترضع الرضاع تاعها. اذا من بين العراقيل اللي ربما اللي تواجهها الام الجديده ام التوام هي الوضعيات، يعني تصيب روحها ماشي في اريحيه تحير كيفاش ترضع الاطفال تاعها. الان الحمد لله بحكم وجود الوسائل والمعلومات الصحيحه اللي حنايا ثاني مشاهدينا نقدم نقدموها لكم من خلال هذا البرنامج عن طريق نسرين واشطا بلوس الحصه تاعكم لا قدرنا نلحقوا لهذه المعلومات يعني في التواصل في الخليه تاعنا في لي جروب فيسبوك بالك في الخارج ايضا ربما ماشي الكل حي يقدر يفهم الكلام تاع اللغات الاخرى وكل شيء، دونك انتم عطيتوا لهم يعني فرصه من ذهب باش الكل يقدر يفهم اللونجاج تاعنا اللغه تاعنا. اذا دونك في الوضعيات اي حاجه ثانيه شائعه اللي راكي تقولي عليها سيده فريال بلي متعبه والبيبرون خير يربح لها الوقت، غير ان الدراسات لقاو بلي الرضاعه تاع التوام في نفس الوقت ولا ترضعهم رايحه تقتصد 15 ساعه في الاسبوع. نعم بهذه بالطريقه تاع وكونتخيغ البيبون حيتعب لازم واحد اخر اللي حيعطيها لازم يعاونها تنوض تحضر في الليل اكثر تكون تعبانه وكل شيء تزيد لازم تنوض تحضرهم الغسل تاعهم التعقيم تاعهم يعني الام تكون هي صحيح. لازم تكون هي الاخر يعني اللي يحب يعاونها يغسل لها يجيب لها يبدل لهم ليكوش يعطي لها لقمه سخونه هادو هما بصح المحيط اللي يقولها لا ما تقدريش يعني او يقول شغل تاع حاجه حكمه تاع ربي ويقول له لا وغلط في الحساب تاعو غير ان ربي ما يغلطش في الحساب. مذكوره رضاعه طبيعيه في القران يعني في القرآن حاجه للاسف هما لافونتاج تاع بكري كان عندهم المرضعات ولا تعني بكري كانوا هي ترضع وحده معاها في الوسط دونك يتعاونوا كل شيء، لكن الان احنا ما عندناش هذه الاخرى، لكن كاين توجور دي سوليسيون الام برك تتعلم وتعرف كاين دوكا لي كوسان كاين فهمتيني دونك وبالحديث عن لي كوسان اللي جبتيهم منا نشوفوا ايضا في الصوره قبل ما نروحوا لها من بين الوسائل اللي نستخدموها من اجل ارضاع التوام اللي حسنا المهمه. نعم مهمه اللي ميم اللي ما تكونش عندها نقولوا صازير ميزانيه اللي باش تشري هادو ما كل شيء تقدر تديهم عند اللي يصنع هادو الاشياء او اللي دار راجلها يبغي يكول ولا يقدر يخدمهم لها، يعني تلقى على اليوتيوب كيفاش تصنعهم عن طريق ليبونج هذاك وتخدم. واليوم متواجدين في السوق الجزائريه يعني يتباعوا في كل المحلات صراحه صنع محلي للتوام ناقص ربما ناقصين يعني هنعطينا لها فكره تقدر تلقاها على اليوتيوب ولا تلقى اي صازير مجال البحث تديه برك عند اللي يصنع هادو التعليمات لا وكلش يقدر يخدم لها حاجه على حساب
على حسبها او تقوم بالوسادات اذا ما تقدرش وكلش. كاين هذه الوساده اللي جبتيها لنا اليوم. نعم هذه ماشي تاع فريمون تاع التوأم، لكن يمكن استخدامها راه نشوفوها في الصوره، يعني الصورة بحجم اكبر. نعم باش برك نلحقوا حنا الفكره كي يكونوا مع بعض. تقدر الام عندها عده وضعيات باش تقدر ديرهم، دونك هذه نقولوا تكون اكبر ماشي غير صغيره هكذايا، وتشوف ثانيك على الحجم تاعها. اذا كانت احنا سمينا رقيقه لازم لنا شويه العرض، تقدر ما تستعمل شتي المسند تاع بكري. صحيح دونك تقدر ديروا وتدوروا عليها، وشنو زعما من تحتها تقدر تحط ثانيك وساده واحده اخرى ديروا بلو كونفورتابل بيبي. دونك تقدر عندها الوضعيه اللي نعرفوا تقدر الام ديرهم على حده اذا كانوا هما يتقبلوا هكا. مي كاين ديكا وين دي بيبي وين لازم يكونوا مع بعض، مع بعض في نفس الوقت في طفرات النوم، يكونوا كيف تتعب الام هنا الام تحضر الكاس يكون توأم حقيقي، ربما كبروا في لا ميم بوش يعني يوصلوا الحياه تاعهم حتى في النوم تاعهم في الليل يحبوا يرقدوا مع بعض اذا شافت باللي يسون. ان شاء الله ربي كامل يرزقهم بهذا النوع من التوأم، يرقدوا كيف كيف يرضعوا كيف كيف. ماهيش تحتسبها اجر، كل ما صعب عليها كل ما راهي اليوم تخرج نوتي دي بوان ليها ملاح. دونك في هذه الحاله اذا رضعوا اونسوم وحدهم كل واحد على حده طو ميو، اذا ما كانش لي توبليجي باش لازم ترضعهم مع بعض. اهم حاجه اذا كان كما رانا نشوفوا في الصوره، واهم حاجه يعاونوها لي زعما تنقولوا باش تحط لو بيبي يكون عنده مشكل تاع التقاط الثدي، باسكو هما ثاني واش حيصادف واحد حيقدر يصادف في التوام ثاني. دونك تحاول الاب لو كالم، ولا ما جبتش الاخر انبوبه التغذيه يقدر تكون بالك جبده الام شفت تاعها، ولا يكون جون سي با قدرت لسبب ما تدخل الخلطه التجاريه يقدر يدير في الاسبوع تاعو هذيك الانبوب التغذيه ويحط لنا ويرضعوا عن طريق الاسبوع. يقدر اون اتوندون كو لا مامون راهي تصلح في كاش مشكل عند الرضيع الاخر، ولا راهو مفترقين، ولا فهمتي منفصلين. دونك كل الحلول متواجده. دونك قبل ما نفصلوا ايضا نشوفوا جبت لنا اليوم هذاك سي بديل البيبرون. بديل بيبرون الملعقه يقولوا له، باش بالعاني الام ما تمتش لو بيبرون، باش نتفاداو التباس الحلامه. كيما واش نديروا نفس كيما نقولوا حنا نفس قانون تاع رضيع واحد ينطبق على رضيعين. دونك نتفاداو البيبرون، نتفاداو السوسات، نتفاداو باسكو التشويش هذاك هو الاصعب يعني الوضعيات. دونك لا مامون الفا سونتريني حتدرب، ومن بعد تعرف ما يلحق اسبوعين شهر خلاص تعود عندها لي روبير تاعها، تعرف كيفاش تسير معاهم. لكن اذا دخل مشوشات تاع الرضاعه البيبرون والسوسات هذاك هو الاصعب، اللي تقدر تفقد الرضاعه تقعد ترضع غير واحد، ومن بعد يعود عندها تانيب ضمير، راني نرضع واحد ما نعطيلوش، هذا واش راني نصادفوا في المجموعه، تقول لك يغيظني الاخر نمدلو ان بيبرون لوتر قدرت نرضعو، الوغ كو كانت ممكن الاخر، وكل شيء بسبب التدخل تاع البيبرون المبكر والسوسات اثناء الولاده. نتحدث ايضا عن هذه الوسيله جبتيها لنا اليوم. هذه ثانيك هذا سي كوم ان تيغلي ثانيك، يستعمل كوم اون فونتوز هكذا. تقدر الام كي تكون كي يكون عندها زعما تيك غير واحد يرضعها واحد راقد تحطها، راهي تجبد لها باسكو كاين دي مامون وين التادي يصنع اون ميم طون تحفيز، يكون واحد بصح الاخر ثانيك راهو ينتج. دونك باش ما تخليش الحليب تاعها يروح في بطل، تسترجع هذاك ربما في الوقت اللي يكون عندها مشاكل مع واحد فيهم تعطيه له عن طريق الانبوبه التغذيه ولا غوبلي ولا لا سيرينغ ولا راهو في المستشفى، تروح دونك تبعث له هذاك ويرجع فقط، راه يتحفز في التادي ثاني. غرفه التحكم يعطونا صوره قريبه من هذه الوسيله، لانها يعني مهمه جدا في ارضاع التوام باش الام تحتفظ بالحليب تاعها، لانه القيمه تاعو يعني لا تقاس بالثمن. اذا هاي ليك موجوده في السوق الجزائريه؟ نعم متواجده. نعم متواجده، ويقدروا الاسعار تاعها في متناول الجميع. جوستومون هذه باش نعطيها لنا شخص باش نديروا عليها دراسه للامهات اسكو خرجت عليهم وكل شيء، باش هو اللي حيحطها لنا في السوق الجزائري ان شاء الله. دونك يعني نساعدوا ثاني لي فابريكون باش بوغ ديفلوبي هادو الوسائل، واللي يروحوا يجيبوهم يعني تقدموا لهم التجربه اللي وقفتوا عليها خلال التدخلات تاعهم، صبر اراء وكل شيء، ومن بعد يقولوا لنا اسكو. اذا قبل ما نروحوا ايضا نشوفوا هذه النقطه فقط نسين، لان الوقت داهمنا وحبيت نعلق عليها، لان شفنا الاحتواء الاسبوع الماضي والان نشوفوا نفس الشيء بوغتاج لا مامون. نعاودوا نوروا فقط غرفه التحكم الصوره اللي قبلها، بوغتي لكن ما تقدرش تتضحهم في هذه الوضعيه مثلا، مستحيل.
تقدر اللي بصح ما سي سي تقدر بهذه الوضعيه تاع سلينغ سي تقدر بهذه الوضعيه كي تكون زعما في الخارج ولا تمشي ولا راهي هكا سي تقدر كاين عده حيل كي تكون في الدار تكون اليز خير فهمتيني لكن في البرا تحتاج لازم حاجه اللي تغطيها وكل شيء دونك لكن في المنزل سي تقدر ترضع هذا هو الهدف تاع البورتاج يعني للمرضعه يعني البورتاج سي بوغ كامل مرضعه وغير مرضعه لكن المرضعه عندها ان بلوس سي البورتاج هذا يفا بيرميتر او بيبي دو تيتي اون ميم اذا نشوفوا فقط الصوره المخرج فقط هشام يعاود يولينا لها صوره الاحتواء وحامل التوام في نفس الوقت لانه الموضوع لقى يعني صدى ايجابي كبير عند المشاهدين يعني كامل هضرنا عليه اذا نعاودوا نولوا فقط للصوره باش نذكروا بها المشاهدين هذا سلينغ سي نوتخ موديل وشوفي النواج تاعها دارت النو هذاك من تحتها يسمى كلش متوفر في يعني في القنوات تقدر يقدروا يتابعوا سي تقدر ترضع بهذه الطريقه وكونتخيغ راهم مايلين صحيح يجي الان نروحوا لهذه الوضعيه كاين حاجه لداخل شوفي فيها لداخل باش نتكلموا عليها داخل باش ما يتبحروليش كاين دي هذوما الام تقدر تستعملهم كتقنيه هنايا الام زعما نقولوا باش ما تنساش شكون اللي رضعت منها مره باسكو سي تري امبورطون كي تمد الثديين مع في نفس الوقت. الجلسه و اون ميم طون ما تشدش زعما قال هذا نمدلو هذا الثدي وهذا نمدلو الايسر ونقعد دائما هذا هو المشوار تاعي باسكو يقدر يكون واحد عنده مص فعال والاخر مص قليل ما يقدرش يرضع يقدر يرضع منه واش حيصرى هذايا ينتج اكثر والاخر ينتج اقل مع الاول يبداو هذا زونغورجمون احتقان تدي ولا التهاب ولا كاين تشققات وكل شيء حتى تلقى صعوبه في التدي هذاك دون سو كالا لازم تبدل مع الاخر باش ما يصيرش هذا الاحتقان يوم طوب باش ما ينقصش الانتاج مع الاحتقان المتكرر يعني رانا نمدوا رساله الدماغ تاعنا نقصنا الحليب الوغ دونك واش دير تفرق بيناتهم في الرضعه اللي جايه ولا اثناء الرضعه بوغ فيغاغ وتجشؤ تقرحهم هكذايا ومن بعد تزيد تعاود تمد الاخرين باش علاش يدي كيفاش تفرق شكون شرب منها شكون شرب منها الماده الدسمه الوغ باش تفرق بيناتهم كاينه حيل اما تكتب في الاخر تاعها او عندها تطبيقات على الهاتف وبيان عندها لاستيك دير منها وتجيب نفس الالوان ما تلصقهم في وتلصقهم في الايدي تاع الاطفال لا لا هي ديرها وكاين سيسكات هذوك صغار ولا تحطهم لها ما في يديرهم على العين يديرهم هذا يدير دير هادو ما خير باش تعرف لها وتفرق بيناتهم هكذا خير باش تضمن ما انتاج الوضعيه المهمه قاعدتك اللي لازم تتعلمها الام هي الوضعيه في عجاله لان لحقنا الى ختام البرنامج في وضعيه كره الركبي تحطهم بهذه الطريقه وهنايا الاخر وترضعهم بهذه نفسها وبيان تدير بطريقه المهد واحد منا واحد منا وبيان بهذه الطريقه نسي نقول لك الماكسيموم هذه الطريقه الستوندار مادون اللي نعرفوها حنايا والطريقه تاع الاخر اللي كروز هكذا دو سيت فاسون وتردع الاثنين مع بعض يعطيك الصحه حسين.